يعني مفيش برضه شانس احسن من عمال غرف في الملابس اللي موجودين في النادي الاهلي من دمار التاريخ علشان يتكلموا معانا عن تيشيرت النادي الاهلي، فنروح نشوف تقرير معاهم ونرجع نكمل الحلقه الخاصه جدا واللي الواحد بصراحه مش عايزها تخلص، الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي. كل اي شركه بيجيب لنا التيشيرتات بتاعتها طبعا احنا بنقول كل شركه وليها الخامه بتاعتها اللي هي بتجيبها، وطبعا التيشيرتات نادي الاهلي ديت اما بعد ما بنخلص كل بعد كل مباراه بتخش عندنا في الغسالات بنغسلها، وبعد الغساله بتتكوي وتتطبق وتحط في كل لعيب الفلتين بتوعه او الشورت او الشراب في كيسه للمباراه اللي بعدها ثم في افريقيا او الدوري العام. انا اول تيشيرت مسكته سنه 74 فعلا طبعا اللي بيلبس يعني اي لاعب مش انا ما بنقولش اي بيتمنى اللي هو يلبس تيشيرت نادي الاهلي، ما لبسش تيشيرت نادي الاهلي يبقى كانه ما لبسش تيشيرت في حياته. كل شركه بتختلف على اللبس بتاعها، يعني كل في شركه مثلا لبس بمقاسات، كل واحد لبس بيساعد بيجي كبير وساعات بيجي صغير على حسب اللبس وعلى حسب الخامه اللي بتلبسها. لعيبه الكوره بيتكلم في حاجه واحده بس، عايز التيشيرت يكون مظبوط عليه، سيبك بقى من الخامه وسيبك بتاع يكون التيشيرت مظبوط عليه وضيق وماسك عليه كويس، وهو ده لعيب الكوره بيبقى عايز كده. طبعا النادي الاهلي بيكسب من غير اي حاجه، من غير لبس، من غير اي حاجه. النادي الاهلي اسمه كبير واي فرقه بتخاف من النادي الاهلي، سيبك من اللبس وسيبك من بتاعه، اسم النادي الاهلي بس ده خط. احنا بقى لنا سنين دلوقتي مع الحمد لله مع الفرقه، مثلا بقى لنا بتاع حوالي 40 سنه مع الفرقه، جت اشكال وديزاين جديد مع للنادي الاهلي في السنين اللي فاتت دي كلها، شركات مختلفه وتيشيرتات ديزاين بتاعها بيبقى مختلف يعني. لا اكيد في طبعا لازم يكون في مثلا حد بيتكلم على ديزاين شكل معين، والمقاسات مثلا بتبقى فيها حاجات معينه، بتبقى فيها مثلا لو قصيره شويه طويله وبتاع الكلام ده كله كده. اللعيبه عندنا بيحبوا التيشيرت بيبقى مجسم شويه عليهم يعني.